يواصل معبر رفح استقبال أكثر من 100 شاحنة مساعدة إلى قطاع غزة، منها 50 شاحنة تابعة لبيت الزكاة والصدقات المصرية، وتحتوي على 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، لازالت الجهود المصرية مستمرة في إدخال المساعدات والشاحنات لقطاع غزة. هذه الشاحنات الموجودة الآن أمام معبر رفح، هذه الشاحنات التي ترونها هناك دفعة، هي الدفعة الثانية التي تأتي الآن للدخول إلى بوابة معبر رفح. نتحدث عن أن هذه الدفعة هي تتكون من 40 شاحنة ستدخل الآن إلى متجهين إلى معبر أو منفذ كرم أبو سالم بالطبع لإخضاع عمليات التفتيش، ثم الذهاب إلى الجانب الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى الشاحنات المصطفى على جانب الطريق، ربما يعني تستعد أيضا للدخول إما في دفعة ثالثة اليوم أو ستكون لاحقا للدخول من هذا المعبر. ونحن نحدثكم الآن، هذه الشاحنات التي تدخل الدفعة الثانية، لكن هناك دفعة أولى دخلت في صباح هذا اليوم، نتحدث عن 145 شاحنة، 105 اتجهوا إلى منفذ العوجة، ثم 40 شاحنة هنا إلى منفذ كرم أبو سالم. هذه الشاحنات التي تدخل الآن هي مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية وأيضا الهلال الأحمر المصري. ونحن يعني نتحدث أيضا، هناك يعني شاحنات دخلت بالفعل منذ صباح هذا اليوم تابعة لبيت الصدقات ولبيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. هذه القوافل دخلت في صباح هذا اليوم، نتحدث عن 50 شاحنة بحمولة 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن هذه القافلة يشارك فيها 70 دولة مختلفة. أصبح عدد القوافل أو عدد الشاحنات التابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري 125 شاحنة بإجمالي 2000 طن. وأيضا تستمر كل المؤسسات والمنظمات المصرية المختلفة في تقديم هذه في المساعدات. نتحدث عن أن هذه البوابة يعني دخل منها حتى الآن منذ أن بدأت مصر في تقديم المساعدات الإنسانية، نتحدث عن أكثر من 5000 شاحنة. 70% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية، بالإضافة بالطبع إلى التنسيق الذي يتم مع الدول المختلفة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش الذي استقبل حتى الآن أكثر من 360 طائرة، بالإضافة بالطبع إلى التنسيقات التي تتم لدخول الوفود التي تتابع خاصة الحالة الصحية هناك. نتحدث عن منظمة الصحة العالمية وأيضا المنظمات الأخرى التي تدخل لقطاع غزة، فتسهل لهم الجهات المصرية دخول هذه الوفود وهذه الشاحنات. نتحدث أيضا عن أن هذه البوابة دخل من خلالها اليوم 4 شاحنات وقود للغاز لدعم قطاع غزة بهذه الشاحنات، خاصة أن قطاع غزة بحاجة إلى شاحنات الوقود، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الموجودة خارج المعبر وأيضا داخل المعبر لنقل المصابين والجرحى. كما نتابع مع حضراتكم الآن، هذه منظمة الأونروا يعني موجودة، هذه المساعدات تابعة لها تدخل الآن من هذه البوابة محملة بعدد من المستلزمات الطبية والأدوية. هذه الشاحنات، نتحدث عن هذه الشاحنة وتلك، هي شاحنات مستلزمات طبية وأيضا أدوية تدخل تباعا للدخول إلى قطاع غزة. وهذا العدد الكبير المصطف لهذه الشاحنات يدخل الآن للدخول إلى قطاع غزة. إذن مجهودات مصرية مستمرة لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهذه هي الصورة اليوم من أمام معبر رفح. عودة إليكم مرة أخرى.